السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا جولة جديدة، اليوم في المنصورة وفي أحدث مول موجود داخل المنصورة أو في محافظة عدن. خلوكم معاي لآخر الفيديو ونشوف أجمل مول فيك يا عدن. هذا شوفوا، نحن اليوم في 90 مول. هذه كل المحلات الموجودة، هذا بوتيك، وهذا كمان من هنا، وهذا كمان عنده فساتين، يقول لي عنده فساتين هناك. هذا شوفوا كمان في 90 مول، كل هذه الملابس يبيعونها روعة صراحة. لارا، محل لارا، أشياء جميلة وحلوة. نبيع العطور، المكياجات، البخور، كل الأشياء، هذا كله في 90 مول. شوف جميل المول، هذه من المولات اللي في عدن الحلوة. الله، حركات، شوفوا هواي، شوفوا الملابس الموجودة. وهذا كمان جوليا عنده أشياء بناتي شبابية، شوفوا. وهذا كمان ثياب روعة. والآن خلونا ندخل محل الأقمشة، أحلى أقمشة عنده في هذا المول، خلوكم معي. هذه الدروع الجديدة اللي نزلت آخر شي بعدين، شوفوا كيف موجودة في المول. شوفوا الدروع، يا سلام على دروع. وهنا كمان كلهم مقصين، وهذا بيوري مش الآن. كنشوف هذا بكم الدرع اللي بيدك؟ شوف الحبة اللي تشتريها من والدة، صح؟ بكم السعر؟ أنا بحسب لك محمد أحلى. كم السعر؟ بستين. 60,000 ريال. وهذا الرمادي بكم؟ هذا الرمادي 65. شوف اللي هذا. 65,000. وهذا من 50. هذا 50,000. هذه كل دروع. وهذه المخامل، وهذا الأخضر، كوريني هذا الأخضر، كنا وعيال غالية بنشوف. كم هذا؟ 75,000. يا سلام، حلو شكله صراحة، شوفوا كيف شكله. هذا 75,000 ريال. هذا كم؟ هذا 105، ب 100,000. 100,000 هذا، 100,000 ريالي. اوه على الحلاوة. الفرشة كيف فوق الطاولة بنشوفها؟ هذا ب 100,000، شوفوا كيف التطريز حقه، 100,000 ريال. كل هذه الدروع، هذه اللي زي أصحاب عدن الدروع. الأسعار فيه. وهذا بكم؟ هذا ترتر. هذا أميال. 100,000. أميال أميال، لا 70. أميال 70,000. أيوة أميال مسترتر، شوفوا أميال. شغل يد. شغل يدوي. برضه ب100,000. هذا موجود في السويدي للأقمشة في أي مول هذا؟ 90 مول. سويدي للأقمشة 90 مول. هذه المجموعة اللي عنده روعة. يلا شكرا، الحين بنطلع فوق، شوفوا فوق المظلات، شوفوا الألعاب اللي موجودة في 90 مول. الألعاب الموجودة في هاي، شوفوا كيف الألعاب الموجودة، روعة. هذه كمان الألعاب الموجودة في 90 مول. كلها موجودة في 90 مول.
اليوم احنا جالسين هنا وهذا المطعم حق نايتي مول، اشترينا ايس كريم التواهي. يبيعون كمان ايس كريم التواهي فيه. واو، كل ما اروح مكان لازم اكل ايس كريم التواهي. اشترينا كمان اكل. نفتح ايش اكلنا، ايش طلبنا. هذا اعتقد فاهيتا اسمها، الفاهيتا. هنا اثنين سندويتشات فاهيتا. واشترينا الكولا والايس كريم. طبعا يعطونك معاهم كاتشب. كمان ايش غير الكاتشب؟ وشطة حارة. كل هذا يجي مع الفاهيتا. حركات اهل عدن. شوفوا هذه الكنافة، كنافة باللوتس. قيمة الكنافة باللوتس 3500 ريال. صراحة حركات اصحاب عدن. خلونا بنقرب مطعم الكنافة. شوفوا الكنافة، مقرمشة وفنان، فنانة صراحة. قيمتها 3500 ريال يمني. والآن بننزل تحت وبنشوف قسم الأطفال في المول. هذا قسم الأطفال في نايتي مول. هذا كله قسم الأطفال. الحين بننزل تحت. هنا قسم العطور. هذا كمان يبيع بخور. هنا كل أنواع العطور والبخور. هنا شهرزاد، محل الشنط. هنا محل العطور. هذا المجامر، الشنط. شوفوا الشنط على الحلال. هذا الذهب، يا سلام. شوفوا الذهب حق عدن، ما شاء الله حركات. وهذا التقليد اكسسوارات. هذا المنافع للعود. شوفوا المجامر الحلوة. هذه طبعا كانت جولتنا في نايتي مول اللي موجود في المنصورة. ان شاء الله تكون عجبتكم جولتنا في المول، وكمان جولتنا في مطاعمها ومكان الألعاب. هذا وفي الأخير استودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو، وشيروا مع الأصدقاء. وهذا المكان المنصورة في جولة كالتكس اللي نحن الآن فيها. في الأخير أقول لكم تشوس.